المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. في يوم العبور أطلقنا الأمل من جديد. صرخة الأبطال تصدح في كل المدى البعيد. خلف أسوار العزة سطروا التاريخ بدمائهم. يعيد المجد بقلوب مليئة بكرامتهم. إنكم عاهدتم وكنتم الأوفياء للعهد، وصادقتم وكنتم أشرف الأصدقاء، وقاتلتم وكنتم أشجع المقاتلين. نصر أكتوبر 73، حكاية شعب. استقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن تاريخ 6 أكتوبر استقر في ضمير الأمة ووجدانها، وصار رمزا متجددا لبطولات القوات المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك محققة العبور العظيم والانتصار الممزوج بالعزة والشموخ ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء من أجل أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة. كما وجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة. من جانبه أكد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة والشرطة هما صمام الأمن والأمان لدعم ركائز الأمن القومي المصري، مقدمين كافة الجهود والتضحيات للوفاء بالمهام الوطنية المقدسة التي يحملون أمانتها للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، بما يسهم في استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية بكافة ربوعها في شتى المجالات. وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول عبد المجيد صقر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية. أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت بعد أن حققت القوات المسلحة أول نصر حقيقي للعرب. نصر أكتوبر 73، حكاية شعب.